السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس. Our lesson today grammar it's about present perfect. اليوم درسنا عن the present perfect. شو هو the present perfect؟ اللي هو المضارع التام. من اسمه مضارع تام يعني تم في الزمن المضارع. تم في الزمن المضارع. متى بستخدمه؟ شو هو المضارع التام؟ اللي هو الفعل اللي حدث بدأ من الماضي وما استمر بقي في المضارع. إذا the present perfect use له استخدامه to talk about something. بستخدمه لحتى أتحدث عن شيء to talk about something began يعني بدأ began in the past and still happen يعني وبعدها مستمرة وين في المضارع in the present واضح؟ إذا المضارع التام يا بس شو التعريف اللي كتبتيه طويل بس سهل كلماته جدا سهلة to talk about something happened in the past بدأ متى؟ began بدأ in the past وما زال مستمر متى؟ موجود في عندي زمن المضارع موجود لغاية الآن مثلا منذ الصف الأول وأنا موجود بمدرسة إنسان وأنا الآن صف سادس منذ الصف الأول يعني من الماضي ولغاية اليوم واضح؟ إذا أنا لمدة 5 سنين أو 6 سنين موجودة في مدرسة إنسان إذا هون بحكي عن present perfect مضارع التام اللي هو شيء بدأ من الماضي وما زال لغاية الآن لهون فهمنا يا مس؟ عرفنا شو استخدامه؟ طيب كيف رح يكون شكل الجملة بالبريزنت بيرفكت؟ رح يكون شكل الجملة تعالوا نتعرف مع بعض على الفورم للسيمبل عفوا بريزنت بيرفكت رح يكون عندي سبجكت دائما تبدأ الجملة بسبجكت وراها has أو have زائد فعل بالتصريف الثالث subject has أو have زائد verb بالتصريف الثالث و complement واضح؟ إذا هيك رح تكون الجملة شكل الجملة عن مضارع التام فاعل has أو have فعل على التصريف الثالث اللي هو بنحكي له بالباست participle تصريف الثالث compliment طيب مين اللي بياخذ الهاز ومين اللي بياخذ الهاف الهاز مع الهي والشي والات singular noun بياخذوا هاز بحكي هي هاز شي هاز ات هاز طيب والهاف مع الاي والذي والوي واليو هدول بياخذوا هاف ايش بياخذوا هاف اذا المفرد بياخذ هاز الجمع بياخذ هاف ووراهم فعل بالتصريف الثالث طيب تعالوا ناخذ مثال ونشوف كيف مثلا example I فراغ الفعل study إنسان school since 2000 and for example 2010 مثلا تعالوا معي لهاي الجملة أو خلينا نحط تاريخ أقرب من ذلك مثلا in 2000
أنتي. For example, مثلا واضح؟ I study in Insan School since 2018. يعني إني أنا بدرس في مدارس إنسان منذ 2000 سنة 2018. واضح؟ يعني إلي سنتين في المدرسة. Since بمعنى منذ 2018 لغاية الآن 2020 لغاية سنة السنة هاي 2020. طيب بروح بما إنه عندي الجملة بدأ عندي الفعل من الماضي وما زال لليوم، معناته أنا فهمت من الجملة بوجود since على إنه الزمن present perfect، على إنه الزمن مضارع تام. طيب بما إنه مضارع تام مباشرة has أو have وفعل بالتصريف الثالث. طيب بروح بطلع على السبجكت، عندي السبجكت I، والآي شو بتاخد؟ بتاخد have، وراها الفعل بالتصريف الثالث، الفعل study. شو التصريف للفعل study؟ study، studied، studied، فعل منتظم بإضافة الإيد يحول للماضي، انتهى بالواي، الحرف اللي سبقه ساكن. إذا بنحذف الواي وتقلب لآي، بعدين بنحط الإيدي. Studied. I have studied in Insan School since 2018. فهمنا لهون يا مس؟ واضح؟ طيب. إذا المضارع التام بالسبجكت has or have زائد verb 3. طبعا كل فعل بمر علينا أنت مطالب إنك أنت تكون عارف تصريف هذا الفعل كتابة، لأنه حرف واحد ممكن يغير التصريف. زي مثلا الفعل eat، eat الverb 2 منها eat، الverb 3 منها eaten. طيب الفعل play، play، played، played، فعل منتظم. الفعل swim، swim بالآي يسبح، بحاول تصير بالverb 2 swam تقلب الآي لـ A، بالverb 3 swam تقلب لـ U. واضح؟ إذا ممكن حرف واحد بغير تصريف الفعل. رح نشوف بعد شوي بالأكتيفيتي بوك وإحنا نحل نعرف مجموعة من الأفعال. طيب هون لو كانت عندي جملة، طيب يا مس كيف رح نعمل سؤال بالمضارع التام؟ كيف رح يكون صيغة السؤال؟ طلعوا معاي، رح تكون صيغة السؤال الكويشن، رح نستخدم اللي هي عملية المقص. شو رح نستخدم؟ عملية المقص ما بين السبجكت والهاز أو الهاف. نعمل عملية المقص بالسؤال، يعني رح نبدأ السؤال بهاز أو هاف ونبدأ فيها كابيتال لتر طبعا لأنه بداية سؤال، هاز أو هاف، وراها سبجكت زائد فعل بالتصريف الثالث يبقى كما هو كومبلمنت، ولا ننسى بننهي السؤال بعلامة الكويشن مارك. واضح؟ طيب تعالوا معي نيجي للمثال اللي هون. لو حكيت لك اعمل لي change this sentence to question، حول لي هذا الجملة إلى سؤال. change this sentence to question، بدي أحولها لسؤال. حكينا بنستخدم عملية المقص، صح؟ يعني الهاف رح تيجي بالأول والضمير رح يجي ورا، رح أبدأ بمين؟ بهاف. طيب هون عندي السبجكت آي لما أنا بحكي عن نفسي. طب لما واحد بده يسألني شو بده يحكي لي؟ أنت، صح؟ إذا شو الضمير هون رح يختلف ويصير يو. هاف يو، هل أنت؟ هون أنا تحدثت عن نفسي، I have studied. ولكن لما بدي يجي حدا يسألني بحكي لي هل أنت درست في مدرسة إنسان؟ هل أنت؟ إذا الضمير أنت يو. أما لو كانت بس الضمير I اللي بيقلب ليو، لو كان الشيء بما إنه have، لو كان they أو we أو you رح يضل زي ما هو. إذا have you وبنزل الجملة زي ما هي، وراها فعل بالتصريف الثالث studied
وبكمل الجملة إن إنسان. طبعا ليش حطينا هون الاي كابيتال لتر؟ لانها اسم علم، اذا لازم يكون كابيتال لتر. انسان سكول سينس 2018 وبنحط فول ستوب. عفوا كويشن مارك لانه انا عندي سؤال. طبعا الاجابه ممكن انها تحتمل يس او نو، ممكن الاجابه ميبي يس وميبي نو. لو كانت يس بحكي يس يو يعني انت، معناته بدي اجاوب عن حالي يس اي هاف، ولو كانت نو اي هافنت لانه نفي. واضح يا مس؟ يس اي هاف او نو اي هافنت. لحد هون مفهوم؟ طيب تعالوا نشوف كيف رح نعمل نيجاتيف سنتنس، كيف بدنا ننفي الجملة بالمضارع التام. How to negate the sentence in present perfect. تعالوا نشوف كيف رح نعمل النفي النيجاتيف. نيجاتيف اللي هو النفي. كيف بننفي الجملة؟ بإضافة not للهاز أو الهاف. يعني رح يكون عندي subject زائد has أو have وبضيف لهم not، بعدين verb 3 وcomplement. واضح؟ طيب نيجي ناخذ مثال. مثلا المثال اللي كان عندنا بالأول I have studied in insan school since 2018. نيجي ننفي للجملة، كيف رح ننفيها؟ السبجكت بينزل زي ما هو، عندي الهاي هاف صح؟ الهاف بدي انفيها هاف ونات، اذا بختصرها هافنت، اي هافنت، وبكمل الجملة زي ما هي studied in insan school since 2018 وبنهيها بالفول ستوب. واضح يا مس؟ لحد هون مفهوم؟ طيب شو هن الادفيربس اللي مجرد ما اشوفهن في الجمله بعرف انه هاي الجمله بتدلني على البريزنت بيرفكت؟ الادفيربس اللي هو مفتاح التنس اللي عندنا، الادفيربس اللي هن رح ناخذ سينس ورح ناخذ فور. طبعا مليان ظروف رح نشوف بقى فيما بعد رح يمروا علينا، لكن الان رح نعرف بس اللي هن سينس وفور في جاست ويات اوريدي والى اخره، ولكن بدنا بس هدول الثنتين اللي رح نستخدمهن الان اعتمادنا عليهم سينس وفور. سينس بمعنى منذ وفور يعني لمده، مثلا منذ سنه كذا، انا فور يعني بدي احكي عن اشي صار وخلص خلص انتهى، المدة مالها اغلقت. اما هون البداية معروفة ولكن النهاية لسه لغاية اليوم، النهاية مفتوحة. اما فور يعني نقطة البداية والنهاية معروفة. مثلا I studied in insan school for two years، درست في مدارس انسان لمدة سنتين، درست السنتين وخلص خلصت رحت على مدرسة اخرى. واضح؟ اذا مدة البداية فور البداية والنهاية معروفة، اما سينس البداية معروفة ولكن النهاية لسه ما زالت مفتوحة. واضح يا مس؟ اذا هيك بنكون اللي شرحنا القاعدة اللي معطينا عنها بالدرس اللي اخذناه في الامس اللي قرأناها الكونفرزيشن، حكينا الاستراكشر هاف يو هير اللي هي الاستراكشر اساسا اسمها بريزنت بيرفكت، شرحنا كيف استخدامها. الان عندك على كتابك الاكتيفيتي بوك، اوبن يور اكتيفيتي بوكس اون بيج نمبر 11، نفتح مع بعض كتابنا على صفحه 11 كومبليت ذا تيبل، معطيني جدول، هذا الجدول تصريف الافعال
مطلوب منك تحفظ كل فعل شو الفيرب 2 منه والفيرب 3 كتابة. اي حرف بتخطأ فيه انت محاسب على الكتابة، واضح؟ لانه حرف واحد بغير الزمن. نيجي للفعل الاول eat، الفيرب 2 منها ate، الفيرب 3 eaten اللي هو الفعل eat يأكل، hear يسمع، الفيرب 2 منها عفوا hear الفيرب 2 منها hear والفيرب 3 hear. raised هدول الفعلين regular. run تقلب اليو للاي وبرجع الفيرب 3 لليو. الفعل go الفيرب 2 منها went الفيرب 3 gun. الفعل get يحصل ماضيها got والفيرب 3 gotten. buy bought buy يشتري. learn يتعلم learned. grow ينمو grew grown. شايفين كيف حرف الاو الفيرب 1، الفيرب 2 بس تغير حرف واحد قلب الاو لاي، الفيرب 3 رجع grow وضفنا لها الان. اذا تحاسب على كتابه الفعل. ماشي يا مس؟ بهيك بنكون انهينا حصتنا لليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.